سخرت مديرية الصحة لولاية الطرف سيارة إسعاف متنقلة تجوب المؤسسات التربوية عبر تراب الولاية قصد تلقيح الطاقم الإداري والبيداغوجي ضد فيروس كورونا. العملية انطلقت من ثانوية الصادق العريضي بوسط مدينة الطرف. محمد رشيد قباع والتفاصيل. إذن أزدين جيلاني مدير التربية لولاية الطرف. إذن وفقا لتعليمات معالي وزير التربية الوطنية خاصة ما تعلق بتلقيح منتسبي القطاع اللي تبدأ عملية التلقيح من يوم 12 ديسمبر إلى يوم 16 ديسمبر، احنا الآن شرعنا في هذه العملية التحسيسية قصد التكفل الأمثل بالملقحين منتسبي القطاع. ما يخفاكش بلي درنا جلسة تنسيقية مع مدير الصحة وين تقريبا استغلينا كل الفضاءات المتاحة على مستوى مديرية الصحة من العيادات المتعددة اللي تقريبا 32 وكذلك وحدة الكش المتابعة اللي هي 18 وكذلك الشيء ربما الجديد في هذه الولاية أننا استغلينا سيارة الإسعاف اللي تنقل مباشرة إلى المؤسسات اللي ما فيهاش وحدة الكش المتابعة وفيها عدد كبير من منتسبي القطاع خاصة ما تعلق بالثانويات والمتوسطات. اليوم رانا موجودين هنا في ثانوية البراوي العريضي مركز كأنموذج للعملية التحسيسية وكذلك لتلقي الجرعات واللقاحات. ما يخفاكش رانا معنا طبيب اللي وكذلك الممرض، رانا عندنا اللقاحات بجميعها متوفرة يعني بأنواعها متوفرة في هذه الولاية، وإن شاء الله يعني نأمل أن كل المنتسبي القطاع ينخرطوا جماعيا في عملية التلقيح. ما يخفاكمش باللي النسبة راهي معتبرة بالنسبة لعملية التلقيح، تقريبا رانا في 19%، عندنا 1704 من مجموع 9700 موظف على مستوى تراب الولاية، ولكن نأمل أننا يكون هناك انخراط جماعي في عملية التلقيح. مدير ثانوية براوي العريضي الصادق الطارف، نحن هنا بصدد حملة تحسيسية وتنفيذية، تحسيسية من حيث توسيعة عملية الإقناع والاقتناع بهذا اللقاح، وكذا تنفيذية في عملية الشروع في هذه العملية. هناك من الموظفين منهم قاموا بهذا اللقاح، فيهم من أخذ الجرعة الأولى وفيهم من أخذ الثانية، ونحن بصدد التحضير للثالثة. وهناك من هو في تردد، وهذا التردد طبعا ناتج على كثير من العوامل، منها ما سببه الفضاء الأزرق. ثانوية العريضي مع الممرضة سيارة الإسعاف بنقوم بعملية تلقيح العمال المنتسبين لقطاع التربية، وإن شاء الله نتمنى تكون استجابة والتوفيق إن شاء الله.